ظاهرة غير حضارية للأسف، الأبقار تتجول في ساحة الـ52 في منطقة الكرادة. لا تستغربوا من هذه المعلومة، فربما كنتم ممن يشاهدون المواشي وهي تتجول في الطرقات بشيء اعتيادي، كما لو أن لا شيء يحدث. طبعا ساحة 52 في الكرادة لمن لا يعلم هي من المرافق الترفيهية التي يقصدها المواطنون في بغداد، ويشهد البغداديون يوميا انتشار الأغنام والأبقار في شوارع العاصمة بسبب عدم تخصيص أماكن للرعي من قبل الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية. يعني وتالي هسه هذه الجمعة ساعة 11، زين هاك ساحة 52 لازم يشوفون حل. هي هاي حالة، هاي هاكم باعوا ساعة 11 يوم جمعة، ايه شوفونا حال.